وصف وزير العمل السابق النائب بطرس حرب ما حصل في ملف زيادة الأجور بالحل الخنفشري، وانتقد الطريقة التي تم التعاطي بها في مجلس الوزراء، وقال إنها أعطت صورة سيئة عن الحكومة. وبالتالي تفويض مجلس الوزراء لرئيس الحكومة أن يعمل مفاوضات مع الاتحاد العمل العام، ودخول رئيس المجلس النيابي اللي هو رئيس السلطة التشريعية ما بيتدخل بالسلطة التنفيذية على هذا تيساعد على إيجاد حل أدى بالنتيجة إلى هذا الحل اللي طلع إنه مرفوض من العمال ومن أصحاب العمل. الحكومة بتعمل مفاوضات، إذا احتاجت القصة ليوم واثنين وثلاثة وأربعة بتتحمل الحكومة إضراب، أما بتدعي أصحاب العلاقة إنه يأجلوا الإضراب، مش تحبش حجة إنه الإضراب بده يصير بكرة صباحا، الليلة شو ما كان لازم نلاقي حل، وبنطلع بحل خنفشاري مثل الحل اللي طلع. الانتقاد طول أيضا الاتحاد العمالي العام. اتحاد العمال العام لم يأتي ممثلا لكل القوى الاجتماعية والعمالية بكافتها، في قطاعات طالعة منه معزولة نهائيا، هو اتحاد ذات يعني بيغلب عليه الطابع السياسي، وبالتالي لأنه بيغلب عليه الطابع السياسي الحقيقة أنا برأيي إذا استمر هو غير مؤهل لقيادة مسيرة اجتماعية تلبي حاجات العمال اللي بيمثلون بشكل علمي وبشكل حديث وبتوفر الخضات الاقتصادية على هالبلد. هل يحق لأي مؤسسة أنه ما تتجاوب بهذا قرار مجلس وزراء طلع؟ شو بيرتب عليها؟ في قوانين وفي مراسيم تتخذ في مجلس وزراء تلزم كل الناس، اللي مش عاجبه هذا الأمر في رجال قضاء. الهيئات الاقتصادية هدلت تروح قدام مجلس الشورى. هلا ممكن إذا تقدمت بطعن بهذا المرسوم أمام مجلس الشورى ممكن مجلس الشورى يأخذ قرار بوقف التنفيذ، أنا ذاك الناس ما بتنفذ. بس إذا لا مجلس الشورى ما أخذ قرار بوقف التنفيذ، لا على المؤسسات أن تخضع للرسوم اللي بيطلع، وبالتالي عندما يصدر قرار مجلس الشورى بأنه أما بقبول الطعن وبالتالي فسخ المرسوم أبطال المرسوم وألا بعدم قبوله وبالتالي تفعيل المرسوم، وهو بس ما فينا نجي نقول كل ما واحد قدم دعوة بده يوقف مفعول القانون أو المرسوم مش بيمشي يعني بيبدأ تنفيذه، إلا أنه المحكمة إلى حق تقول توقف تنفيذه مؤقتا تثبت بالدعوة أو أنه ما توقف تنفيذه وتنظر بالمراجعة المنعامي لإبطال هذا المرسوم، وبالتالي بالنتيجة تقول أنا أبطلت هذا المرسوم إلى حين البت فيه لازم المؤسسات تلتزم. طبعا غصب عنا بنلتزم. وقال حرب إن ما حصل مع القطاع الخاص لا يمكن أن يطبق على القطاع العام لأن سلسلة الرتب والرواتب لا تسمح به، فالحكومة عندها ستقع في مشكلة.